الكترو سوما الكترو سوما الكترو سوما يا 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 يخرب كوشتك يا خلاص اش كتبوا لي اجت من كنكة بعد خلاص نسيت الدبكي والسحزك خالتي هلا فكر حالها صارت عشكي نزيت اسمع يا خيتة شو محضرت لك كم كم سلافي من امبارح شو اسمه شو صار معك من شغل اليوم كخيتة شو صار معك اليوم اسمع يا حبيبتي زلت كخيتة والله تنا تسلق لي شوية بتين شو اسمه لا وين العكوب بعد ما صارش شو اسمه هذا عيلت عيلت وصو شوية سنيري أنا حبي خيتة بحب السنيري اسمع يا حبيبتي والله مسكت السكين مطيت تنا قص بيت العيل بيت السنيري سنيري قصيت راس حية شو بتحكي والله حية أو صبري ما خلصتش الكذب ما خلصتش السلافة فجأة طلعت طلع الاخر الراس كخيتا الحيه والله المهم الحيه صحت من بين العشب حبيبتي رفعت راسها هيك والله بيعلم 5 كيلومتر طولها بتشوفي اولها بتشوفيش غيرها خيتا المهم لحد هنا بسيطه شبت هيك وقفت عشريها وقفت عشريها وصارت تركض الحيه انا اركض الحيه تركض انا اركض الحيه والحيه تركض خيتا بس شو شانس إن طبعا ضوعتها حبيبتي شو واحد بركض ورا واحد تركض وراها حيه الا مش شايفه نزلان كرش شوي من الا حبيب والله بتعرفي شو الله سطر حبيبتي الله سطر والله الله يسلمي هم شايفيني بعدني عم بلاهث والله خيت رحت ما تسي حبيبتي انا بتعرفي ليش مبسوطه من الفرحه اليوم ليش خيتا كنت عندي الكوسمتيكايت مني كوسمتيكايت استغفر الله العظيم شو عم تحكي لي انجليزي كخيتا شو هاي بتسوي رح تعمل مينيكور وبيديكور منو مينيكور وبناكور مناكور اللي خلفوك كخيتا شدينا مناكور مناكور ان شاء الله هاي العظافر 30 متر يا الله دخلك يا رب تعين عسلك 300 متر ونص الله يبارك ونص يخرب كوشتك منشاره صاحبتي من الفحوت راسها بجعها حكيت لها اياها يخرب كوشتك والله طالع بتحطيني في جيبتك الصغير انت اسمعي واحد جديده الله ابو سمعان بفاجئني عيد ميلادي كخيتا وبعزمني على شو اسمها صنيحه حفشيت هاي عشو؟ صنيحة حفشيت ببرطعة لا خيتا شو ببرطعة هاي بنطلع في الطيارة في الهليكوبتر هليكوبتر ألا بلبسونا شنطة خيتا باراشوت هذا الله بعلم ومن نط في الهواء في الفراشوت هذا المهم نط أبو شو اسمه جوزي؟ أبو سمعان نط أبو سمعان خبط فيه بنطوكي حبلين قال بقول لك حبل هذا الحبل الأول الفراشوت إذا ما فتحش فيه حبل رسيرفة يرحم أمواتك رسيرفة المهم نط أبو فرحان من أول حبل هوب فتح الفراشوت برنجي جيت أنا بدنا نطقت خيتي مسرسبة ألا إجا هذا المرديخ هذا شو بسموه مرديخ لك مرديخ هذا الموقف بدل لك كيف المرديخ إجا وقف خبطني شلوت خيتي ما كنت شيء الله نطيت أنا ماسك الحبلين حبيبتي انزل انزل واسمه انزل 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 طلعي بتشوفي طبرية بتشوفي الناصرة بتشوفي ألا بتشوفي المغار نجدة كله بتشوفي خيتي تحتيك مثل شفتي شو كنت تسوي عند وضحى؟ شو كنت تسوي عند وضحى خيتا؟ مش قلت لي كنت عند المينيكور وبديكور؟ طيب راحت عمليت ترموش بس طلوا 70 متر 70 متر رموش يا الله دخلها تعرفي ليش؟ ليش؟ عشان انت وابو سمعان نزلات الطب عليهم ما تقعدش على الارض هسه فهمت ليش انا بعدني في الحياه بعدني عايشه بتعرفي ليش شو صار معي؟ بسخوت رموش الله بيعلم شديت في الحبل الاول خيتا ما فتحش صرت اروج والله قلت بسم الله الرحمن الرحيم شديت في الحبل الثاني ما فتحش خيتا الحمد لله على السلامة صرت اتشعبط غمضت عيني وصيح يا ولا طبيت ماسك نسر طبيت ماسك نسر من اجري الا والله طبيت ماسك نسر هسه لانه انا بيج سايز ضل نسر رفرف رفرف فجاه هوب ولا انا على الله بيعلم عرموشك ام فرحان بتكذبيش شيلي انا خيتا شيلي بتكذبيش مساء الخير ولك احكي ولا انك شغال صار لك شيء خرب كل مرمر مرمر ولا مره جاي خيبه ماني يا زماني مرمر سكتي ولي مره جاي خالته بس تنقر هاي شو اسمها العكشن قلنا عكشن يا اخي عشان نعرف ان مثلا كل البلد لازم تعرف انها منشاره ام فرحان قلتي لي المهم مساء مساء الخير لجمهورنا ولزبائن الكترو سمار كيف حالكم خالتا يرضى عليكم جميعا اليوم يا خيتا اي يوم احنا اليوم السابع اليوم الليل السابعه
في حملة في حملة في حملة كبرى الكبرى عند الكترو سمار عند الكترو سمار في اكبر بازار في اوروبا وفي افريقيا وفي كنكا وفنزويلا الله بيعلم طبعا اللي بعده ما اجاش خسر لحقوا حالكم خالته بعد الله ثلاث ايام مش تفكروا اني بفرجيكم يعني قاتلكم ثلاث ايام الا لحقوا حالكم تعالوا قبل ما يخلصوا التلفزيونات خالته والهذا المخرجال اسكتي ولي ثلاث ايام ثلاث ايام وان تو فري الله بيعلم المهم خالته اليوم بدنا نوزع شو اسمه هذا معريخه والكلنوة والبتي ثلاث اشياء في شيء واحد الا وشوشني هيثم قبل ما نبلش قال بقول لي شو اسمه هذا فيه تيفيتي شو تيفيتي ولك في تفلي في تفلي شو بتسوي فيه هذا كغيته هذا الاخر بيعمل كاح في تفلي يعني بتفلي في في تفلي في في تفلي في قمل غيته بصبان يا مقمل رشي لك ايش ليش مقاط اسمع المهم وفيه صبوفر خيت بقول لك هذا شو صبو للبوفر بعرف بصبو بصبو بطون صبوفر وخمس رم كلام 1 2 3 4 5 رمكلم المهم ثلاث اشياء يعني مع ريخت وكلنوا وبتيت وخمس رمفلخ مين اللي ربحوا هذا المعرفه اللي ربحوا كني مش غلطان خيتي انا بنسى اسمه حسين يرضى عليك انت اصبر عليها هي دسلكتت دسلكتش يعني بتقفل القرايه والكتاب ذيبك المهم حسين نجدات نجدات حسين نجدات وين حسين يلا زقفة حامي لحسين فضل عمي حسين فضل خيه فضل خذوا له طريق خذوا له طريق فضل تعالوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا هي هاليخني بعدها سخني خالتها تفضل والكرديش اهلا وسهلا حبيبي اهلا وسهلا كيف حالك خالتها كيف انت يرضى عليك يرضى عليك تفضل حبيبي تفضل على موقع مرمر تفضل شو بتحب تقول كلمه شلبيه بلا قطر بس طيب اهلا وسهلا بالجميع واشكر اليوم الاخ ابو هادي ابو مهدي ابو هيثم ابو هيثم ما نتاسف احمد يلا في شيء هو ابو للكل للجميع والعاملين جميعا بالالكترا سمار هنهن على الاختراع اللي عملوه وعلى الاجزاء على كل الاجزاء الكهرباء واشكر الجميع وفيها كمان كثير اشياء كثير مليئه عند ابو سمار وانا اخذت قبل مده اشياء كهربائيه عندي للبيت ومبسوط منها واتمنى من الجميع انه يشاركوه بالاشياء الموجوده عنده وبيجي يتفرج على البضاعه والبضاعه عنده مليحه وكل عام وانتم بخير وان شاء الله انتم بالتوفيق حي اصلك يا زلمة انا بدي اياك تنزل على الكنيسه على الكنيسه انا بدي اصوت اسمع امشي معي انا بطلب من كل الناس بعد هذا الخطاب يطلعوا على الشوارع يعملوا مظاهرات يلا عليهم كل واحد عنده براد يحمل يطلع فيه كل واحد عنده غساله اهل النحوه وين رحنا المعريخه والبتيت تفضل مبروك مبروك هلا مبروك عمي يا سارة امشي معي خيتة وليك بخطب ولا قليل خيتة انا افحمت خيتة انا مش حامي خلاص يا خيتة تعال ما تسمعني ولا يهمك هو منزله اقول لك شيء منزله مع قديمه لا ما هو اني فرط واحد لا نزله ضد ليبرمان ضد ليبرمان قوي طيب المهم شفت عضلاته اسم الله عليه اسم الله عليه المهم خالته وين انا مرمر المهم خالته اليوم شو بدنا نوزع اليوم كخيته بقولوا بكره السحب على مكنة العقليده هاي اللي بتسوي عشتراوس كل ايش اقول لك ايش السلافه خيته العام اخذني ابو فرحان على اخزيف اخزيف عشان اشتزيف يا الله دخلك اشتزيف بتعرفي في الاواعي اشتزيف لحظه شوي خيته من الاول حضريني نفسها نفسانيا يعني كذبي هاي كذبي عشان بالله اعوذ بالله اخذني ابو فرحان على اخزيف عشان اشتزف طيب ورحت واصل على الشط شو رمل ايش بتتصدقش يا الله دخلك رحت اتمرمخ في الرمل طيب نمت هيك على ظهري قامت تطرحني الشمس يا الله طرحتني الشمس طيب. انا اخذوا اجى امبولانس قالوا لي اخذني امبولانس اخذني الامبولانس فقت ولا انا في قلب مكنة جليده يا الله دخلك قالوا لي حيا اللي عندي اسكي مع المخ يخرب كوشتك هاي اسكي مع المخ الوحيده اللي صدقت فيها والله
عندك 500 تالون في مخك. اه والله شتراوس. المهم هاي ما كان عقليده فيش اطيب من هيك. اه قال لي طاطس ولا نازل كل قليده. قال لي ايش اسكما ايش ايش كساتا ايش يعني رمه ولا ترمه. يلا مين بده يسوي القرعه اللي لك خيتا؟ الله يساعد اللي بيعلق. مين دي علاق؟ مين دي علاق؟ احنا من أشر مثل الطير بتضلك جاي ولا خالتي. تفضل اهلا وسهلا فيك. اذا بتحب تفضل خالتي اذا خالتي. بدك تسحب القرعه. اه تفضل. مين حابب تفضلوا تفضل. يلا اللي بده واحد واحد يا جماعه. ما تقتلوش يا اخي قتلوش. اه فوق صف في الدو. اهلا وسهلا زقفي حاميه حاميه للاستاذ. تفضل تتعشى في الاول بعدين نستحي. عمر من عرابي من حي جميع اهل عرابي اهل النخوه والكرم. اه مدارمين بلا صغره معاري معاري والبركه. زقفي حامي للاخ رامي معاري عمر. يا عمر بتخربنا خلتنا فيش ختيارنا ختيارنا. هاي انطحك ولي انطحك انطحك ولك وش اكتب ولي غريب كوشتك غريب كوشتك. طيب استني شوي ابعدي ايدك ولي انت. اه شلون بتحضري؟ استوى خالد يلا اخلط خالد اخلط تفضل اخلط يا رامي. اه عمر 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 شو رامي؟ كانك بتحبي رامي عياش عارف تسمعي له. انا اه صراحه بحب احب الناس الرايقه. هاي لرامي عياش كخيتان على طول. شو اسمه؟ تعرف تقرا كخالته انجليزي؟ اه كل ليله بنتخربط. حسام دغش. حسام دغش زقفي حامي لحسام دغش. يلا خالته يلا بتطعمي كل الحاره اسا قليده. شكرا يعطيك العافيه. بعث لك العروس ان شاء الله ولا متجوز؟ هلا متجوز؟ ولك تعي لهون ولك تعي لهون ولي ولك. يا بي والله لازم نرجعك على صف الروضه انت. يلا فعلا خذي دواء خذي دواء. خرب كوشتك. المهم معنا بدا وين الايبود القدير هيثم صوت المخمل صاحب المستنج الحتيخ. قال له هاي طلع كيف الحتيخ كبار عليك عشان عيونك شلبيات تستمع حبيبي بلا طلع حبيبي منون بس على الشقار هذا. اسكتي اسكتي حبني حيتخيتي صلي ابعدي. طلع ابو سمعان عنده كوليسترول بس يموت بتتجوز لها طوالي. طيب اه خلص تجوز بدك عنده اولاد. طلع تخيل خذي خذي ليه ليه بريت البيت. انت شفتك لما غمزها غمزها انا خيال. يلا اعطيني رقم بيت رقم مش سامعيتك ولا مش سامعيتك ولا هيدا اخر شيء منك. هاي هذا حكي المطر خليني خليني نسمعه. اه مش هون في عندنا المسابقه وانت رفعت تفرجتي معي مش هون. حط رامكول حط انقر رامكول. الو الو مساء الخير خالته. كيف حالك؟ في خالتك ام فرحان تبارك لك في هذا الربحه. ربحت اسمع خالتك. الو 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 انت ربحت مبروك قليدة مكنة قليدة. ربحت خالتك مكنة قليدة. الا مكنة قليدة بتسوي قليدة في البيت قليدة وكساتة وتلونات وكل شيء. اه مبروك بس بتطعمينها الي ولا خالتك ام فرحان وبتعمل مكنه اصابع. مكنه اصابع مبروك خالتك. بكره على الساعه تيجي 9 بتيجي تسلم الهديه. اه بنت مكنه قياس من عندنا خبشي. انا شكرا شكرا على الدعايه مقواك. يلا خالتك جيب 10 30 اصبع بكره 30 اصبع بتعزم كل الكهال. طيب يلا مبروك خالتك. يلا مبروك. ولك هيك انت كل مره بدي اعلمك انه امسكي. اه براماتيف انا تكنولوجيه براماتيف بعدني عبيزك. طيب نتوجه للجمهور الكريم بنقول لكم بكره بعد ثلاث ايام بعد لكم اياها اخر مره. ها اعذر من انذر. الا عجلوا استعجلوا. شو اسعار خالته؟ شو بضاعه؟ انا شريت طونات مسعيات حملوا حملت تلاقي بينها بردات تكفي ترجع. اه والله اول غريج الجوائز بتشرفونا. إيه الربحه تبعت بكره غاز غاز. هذا شو قال قلت لنا؟ شو قلت؟ انا عندي اسماء عندي اسماء. قلت لنا اسمه شيء ثاني قبل شوي.
كرايم. شو قال؟ كرايم. أنا كل شيء ولا الغاز. ما قواك وأنت العشق نزيم كرايم غاز غاز كخالد كرايم. أما غاز هذا ألف ألف بتحط. هذا لا خيط هذاك ببار. ببار. هذا غاز هذا بتحطه طنجرة ال. ورق دوالي. ورق دوالي تنقرطش بتحط الحقيش تدير ظهرك بتكون صارت مستوية أول. صارت فقعية. يلا تعالوا كلكم أهلا وسهلا وتصبحوا. تصبح خير. جنن الالكترو سومار للعرسان وللعيلات عنده اكبر الحملات برادات وغسالات تلفزيون وجلايات جنن الالكترو سومار وين وين ماشو ماشو المصعيم يلا ايوه ماشو أيوة الالكترو سومار وين الالكترو سومار وين عم نتعب الله الله يحيي الالكترو سومار هي وين النشامة وين عنده بريدة ودفايات للصيف أحلى مكيفات